طبعا هي المصلحة أخذناها من والدي، بعدين بدينا حياتنا شوية شوية دراسة وعمل دراسة وعمل لحد ما ضبطنا المصلحة، والحمد لله والشكر صار إنا صيت وإنا زباين، والحمد لله والشكر معروفين وزبائننا تجي من كل المحافظات. طبعا عندنا سايس سيارة شارجر صاحبها من الحلة، والحمد لله ده نشتغلها نبدلها فريز بعد الفحص. طبعا يعني بعد ما فحصنا السيارة عندنا أجهزة حديثة تفحص السيارة، فتبين عندك ليك أو فريز أو أي شيء بالسيارة. طبعا الفحص والشحن هذا كله أجهزة حديثة، فتح دشبول كادر هندسي خاص يفتح يشد الدشبول وبي ضمان ينطي، كل السيارات عامة الحكي مو بس شارجر، والحمد لله والشكر. وغاز طبعا أحسن الماركات الغاز اللي نجيبها بالسوق، أسعدنا الشارجر 134 نستخدمه الأصلي 1134 1200 1234، وأكو غاز أكو غاز يجي غير هذا، هذا الغاز إذا نديره اللي عادي يقوم المنظومة أول شيء، يقوم الفريز يعني ما يطول، برودته مو قوية نفس الغاز الأصلي اللي هذا، لأن هي أرقام الشركة لما نخليت لك أرقام لازم نشتغل عليها. أكو ناس ده تشتغل تدير غاز أرخص، هو صحيح أرخص بس ما يمشي، هذا راح يتعب المنظومة مال تبريد كلها، بدل ما يخسر 5-10 يخسر بعد كومة فلوس. الأسعار طبعا عندنا الأسعار من 50,000 توصل للميتين دولار، بس عندنا الغاز المضبوط سعره 200 دولار. أكو زبائن ما تقدر تقول لك أنا هذا ما أدير الغاز غالي، فننجبر ندير غير غاز. موقف واحد من يومهم فتحنا دشبول وشديناه ونريد السيارة تشتغل ما تشتغل زين، رجعنا فتحناه لقينا فيشة صغيرة اللي هي رابطة بالعقل ما شاديها. هذا الموقف يعني ما أنسى، وبرمضان كان الصايم ما اشتغل السيارة، وهذا الموقف طبعا ما أنسى. إذا يصير أكو عروض، بس هو الغاز الغالي يعني ما تقدر تسوي بيه عرض، يعني حتى لو ربحك شيء بسيط زين بس انت مشتغل العروض يعني شو اسوي الا اجيب شيء مو زين شيء رخيص علي وانا استفاد بيه، بس بنفس الحاله راح اضل اضر صاحب السياره راح ينضر بهذا الموضوع، وانا مستفاد.